لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله أولئك هم المتقون، يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذي جاء بالصدق وصدق به، هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد وأداء فرائضه واجتناب معاصيه فخافوا عقابه. ابن عباس: أولئك هم المتقون، يقول اتقوا الشرك. لهم ما يشاءون عند ربهم، يقول تعالى ذكره لهم عند ربهم يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم ذلك جزاء المحسنين. يقول تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم جزاء من أحسن في الدنيا فأطاع الله فيها وأتمر لأمره وانتهى عما نهاه فيه عنه ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يقول تعالى ذكره: وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فيما بينهم وبين ربهم بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها ويجزيهم أجرهم. يقول: ويثيبهم ثوابهم بأحسن الذي كانوا في الدنيا يعملون مما يرضي الله عنهم دون أسوأها، يجزيهم بالأحسن دون الأسوأ. قال ابن زيد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ألهم ذنوب؟ أي رب نعم. ولهم ذنوب؟ أي رب نعم، لأنه قال لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقرأ: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك لهم مغفرة. لئلا ييأس من لهم الذنوب أن لا يكونوا منهم، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة تقتضي وجود ذنوب، إذن قد أذنبوا. وهنا قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، قد كان منهم سيء وأسوأ وغفره الله وكفر سيئاتهم وغفر ذنوبهم، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقرأ: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية.
القول في قال قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، اختلفت القراء في قراءة أليس الله بكاف عبده، فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة أليس الله بكاف عباده على الجماع على الجمع يعني، بمعنى أليس الله بكاف محمدا صلى الله عليه وسلم وأنبياءه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء. وكذلك يعني عباده تشمل عباده المؤمنين. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة أليس الله بكاف عبده على التوحيد على الإفراد يعني عبده، بمعنى أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة معنييهما واستفاضة القراءة بهما في قراءة الأمصار. عن السدي أليس الله بكاف عبده يقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن زيد في قوله أليس الله بكاف عبده قال بلى والله لا يكفي لا يكفي أنه الله ويعزه وينصره كما وعده ويخوفونك بالذين من دونه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويخوفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دونه بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء ببراءتك منها وعيبك لها والله كافيك ذلك. عن قتادة والذين يخوفون عن قتادة ويخوفونك بالذين من دونه الآلهة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى شعب بوس قام ليكسر العزة بسقام إلى شعب بسقام قل سقام واد بالحجاز ليكسر العزة فقال سادنها وهو قيمها يا خالد أنا أحذركها إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها. ناس تخترع الباطل ثم تقتنع به وتخاف منه وترجوه. عن السدي ويخوفونك بالذين من دونه يقول بآلهتهم التي كانوا يعبدون. قال ابن زيد ويخوفونك بالذين من دونه قال يخوفونك بآلهتهم التي من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى ذكره ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق وسبيل الرشاد فما له سواه من مرشد ومسدد إلى طريق الحق وموفق للإيمان وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بطاعته. ومن يهدي الله فما له من مضل يقول ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه فما له من مضل يقول فما له من مزيغ يزيغه عن الحق الذي هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر. قال عز وجل أليس الله بعزيز ذي انتقام يقول جل ثناؤه أليس الله يا محمد بعزيز في انتقامه من كفرة خلقه ذي انتقام من أعدائه الجاحدين وحدانيته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.